حياة كريمة، أستاذة حياة كريمة، واحنا طبعا متابعين نشاطها سواء بقى في القرى اللي داخلة في المبادرة أو العمل التطوعي والشغل والمبادرات التنموية المختلفة. خلونا نتابع دلوقتي عدد من الندوات اللي قامت بيها مؤسسة حياة كريمة، وتحديدا هنشوف دلوقتي ندوة من محافظة أسيوط لنشر ثقافة العمل التطوعي. نتابع. تعزيزا لنشر ثقافة العمل التطوعي بين شباب الجامعات، تستمر حياة كريمة في عقد ندواتها الجامعية وتعريف الشباب بالجهد الكبير لحياة كريمة في القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجا. فكان لجامعة أسيوط نصيب من هذه الندوات ليكتسب آلاف الطلاب قيما هامة في العمل المجتمعي والتطوعي من خلال التجربة التنموية الأكبر حياة كريمة. النهاردة طالب جامعي مهم جدا يكون عنده الخلفية والوعي والثقافة الكاملة باللي بيدور داخل المبادرة الرئاسية حياة كريمة. مهم جدا يعرف ايه اللي بيحصل جوه القرية، ايه اللي بيحصل داخل المحافظة. النهاردة هنقول لهم ان احنا في محافظة اسيوط بنشتغل على 7 مراكز على 149 قرية. استجابة جميلة جدا من شباب جامعة اسيوط وشباب الصعيد في التطوع لهذه المبادرة، وتم توزيع الاستمارات على الشباب للتطوع، وصحيح لقيت قبول شديد جدا من الشباب، وده دليل الشباب عنده يعني حب لهذا الوطن. منح الشباب فرصا للمشاركة والمساهمة في تنمية طاقاتهم من أهم دعائم بناء المجتمعات، وهو ما تقوم عليه حياة كريمة عمليا وتوعويا وتثقيفيا لتنقل الخبرات من الشباب إلى الشباب. بتقعد في حياة كريمة بقالي سنة ونص، احنا هناك بنتابع المشاريع وبنتابع أي حاجة تحت تطوير الريف المصري. هي شغالة عندنا في القرى في تصفيح الترع وفي عملت كباري وعملت مركز تكنولوجيا في كل حاجة تخص المواطن تقريبا. عملت استمارة التطوع اهي، يعني ان شاء الله هشترك في مبادرة حياة كريمة. قررت اتطوع طبعا، يعني حاجة زي كده حاجة مشرفة ان انا اتطوع فيها اصلا. تأهيل الانسان وتنمية قدراته هدف اساسي لحياة كريمة تنفذه بالتدريب والتأهيل والتثقيف، فضلا عن اهتمامها بالتعليم والصحة وتوفير البيئة المعيشية المناسبة لكل مواطن.